نحاول نجيب يا جماعة الشاهد بتاع المطرية عشان نؤكد، لانه مش عايزين كمان يبقى فيه اتجار بالدماء ومحاولة تزييف للحقائق. اذا المصاب في كل الاحوال او الذي يقتل، علينا توضيح كل الحقائق، يعني قد يكون منتميا للاخوان واستخدم، وقد لا يكون منتميا للاخوان وتتاجر ويتاجر الاخوان بدمائه وقناة الجزيرة، لانه منذ بداية الاحداث بعد صلاة الجمعة وهم يعلنون سقوط اول شهيد في صفوف الاخوان، وهو حتى في الوقت اللي الاهالي فيه اكدوا انه لم تكن الشرطة قد وصلت بعد. واحد الشهود قال لنا، وهنشوف الشاهد الاساسي، انه احمد امين هو معنا. طيب رامي عبد الله مصطفى، استاذ رامي اهلا بيك. اهلا بيك يا باشا. استاذ رامي، احمد امين شهيد المطريه، كيف اطلق عليه الرصاص؟ احنا قاعدين قدام مسجد التوحيد، اتنين عدوا معاهم شنط على كتفهم، قلنا شكلهم غريب، احمد قام يبص عليهم لقاهم بيأمنوا على الجامع، واحد منهم كان داخل الجامع ما رضاش يخش، التاني شعور لقاهم واخده وماشي، احمد مشي وراه، فواحد قال لي امشي ورا احمد لا تخلي معاهم، رحت ورا احمد، فضلنا ماشيين وراهم فتره، وقفوا ورا كشك عيش، واحد فيهم لعب الطلقه وهم جايين قدامنا كده قدام احمد، انا ماسك في ايد احمد وماشيين جنب بعض، مجامد احمد الطلقه في صدره. يا انت كنت ماشي مع احمد وقتها ماسك في ايده؟ احنا ماشيين جنب بعض، ولا رحت معاه عشان ما يعملش مشكله مع حد، انا واقف جنبيه، الواد لف من ورا الكشك بعد ما رقم الطلقه وقام جاي في وشي انا، هو محتار يضرب مين فينا، فاحمد بيقول له ايه، قام جاي مد احمد الطلقه. طيب ده انت شفت الواقعه؟ شفتها بعيني انا جنبه، وانا كنت هموت، هو محتار يضرب مين فينا. تقدم بقى، فاحمد احمد بيقول له ايه وانا ماشي. طب لا لازم تتقدم بالشهاده، هاتوا لنا صوره احمد امين يا جماعه، وهو للاسف يسبح في دمائه، لازم تتقدم بالشهاده، لانه جماعه الاخوان تسوق، قناة الجزيرة تروج. كنا هننزل هنعمل كده من الاخوان. ماشيين وراه عشان هو كان داخل الجامع، لولا ماشيين وراه كان دخل الجامع وهذا الناس اللي في الجامع. يعني انتوا كمان بتنقذوا الناس من ده بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ والصلاة شغالة. والصلاة شغالة. والصلاة شغالة. كانوا هيدخلوا يضربوا الناس في الجامع؟ بص حضرتك يا باشا، بص هما كانوا رايحين الجامع. يحتموا واحد منهم داخل الجامع. لما لقى احنا قاعدين قدام المسجد والناس بتصلي واحنا ما دخلناش، احنا من شكلنا كان واخد بعضه وماشي، احنا مشينا وراه، فضلنا ماشيين وراه فتره. فجي بعد كده وقفوا هم ورا كشك، واحد فيهم لقى من الطلقه في الفرد الخرطوش اللي كان معاه، ولما جينا نقرب منهم واحد مد الطلقه لاحمد في صدره. طيب يبقى هنا يا استاذ رامي لازم تتقدم بشهادتك، لانه شهادتك تدحض ادعاءات جماعة الاخوان، وكمان يعني بيتم التعامل مع احمد امين الان وفقا لبيانات الاخوان ووفقا لشاشة الجزيرة على انه ينتمي للاخوان، يعني عليك ان ملوش دعوة بالاخوان، ده هو بيكرههم وما بيحبهمش، ما احنا ملناش دعوة بيهم، احنا بنقول لك الناس كانت بتصلي واحنا قاعدين قدام الجامع، يعني ما دخلناش الجامع، هنا بلا اخوان وهنا بده، هم قالوا بقى من تبعتها شاهد من عندهم. طيب مين شاهد معاك تاني؟ مين كان معاك تاني يا رامي في الواقعة؟ ما فيش حد في الشارع، ما فيش أي حد في الشارع، ما فيش إلا الست اللي شافت الموضوع، البنت الست البياعة اللي في كشك العيش. بتاعت كشك العيش، طب بس واحد اللي كنت واقف جنبه هو كان محتار يدي الطلقة لمين؟ هو أطلق الرصاص عليه في صدره يعني. احنا واقفين من بعض ما فيش مسافة نص متر، واقف قدامنا ومسجد احمد عشان نمشي محتار يضرب مين فينا. طيب رامي هنا يعني اللواء مصطفى باز معايا بيقول لي لازم تروح تقول شهادتك لرئيس المباحث. انا لسه جاي حضرتك من القسم وقال لي بس هنعمل شوية اجراءات واتصل بيك تجي لي عشان يعملوا جولة يعني ويلفوا يشوفوا الناس اللي عملت كده طبعا عشان ما يبقاش كمان الراجل مات ويتم الاتجار بدمه. مفيش الكلام ده. ويتم تزييف الحقائق، يعني ده بالعكس كان حضرتك هو ملوش دعوه بالاخوان ولا ميت من الاخوان ولا بتاع ولا ليه دعوه بيهم. ده بالعكس انتوا كنتوا بتنقذوا الناس من طب حضرتك بقى يا عم طارق. السلام عليكم. سلام الله وبركاته يا استاذ طارق. ايوه يا معالي باشا. الاخ احمد ده ملوش دعوه بالاخوان، بقول لسعادتك كلمه لو ناس قوي قليل قوي بيخش اللي بيصلي يوم الجمعه.
انت مال حضرتك؟ انا شايف شهادة رامي دي في منتهى الخطورة، لازم هذه الشهادة تتوثق وتعلن في بيان، لانه لا يجب التأخر في اعلان الحقائق حتى لا تستغل. يا ابو بس جوال اتفضل. عندك الاخ ده كان ماشي معاه ايده في ايديه، كتفه في كتفه، يعني ماشيين مع بعض، يعني برضه ده صاحبه واتقتل واتبات على ايديه. طب يبقى إذن أحمد أمين اللي قتل في المطرية، من الواضح أنه وفقاً لهذه الشهادة كان يؤدي مهمة وطنية، كان ممكن أنه يقول لك وأنا مالي، يعني وفقاً لهذه الشهادة، إذا ما ثبتت صحة هذه الشهادة، وبالتأكيد رامي طالما أنه ذهب إلى القسم وعنده سيدة شاهدة أيضاً، بالتأكيد انه هذه الشهادة معناها انه كان في هناك من يخطط لاستخدام السلاح، وهم شكوا في واحد اتنين شايلين شنط، وبالتالي لما تعقبوهما واضح انه احدهما قام بقتل رامي بقتل احمد امين بالشكل الذي تحدث عنه زميله رامي الذي كان معه في نفس الواقع.